نفسي اتعلم. ابويا مصريدي مش راضي يخليني اتعلم. يابا نتعلم؟ قال لا، البنات غلط. صبيان علمهم. ورجعنا تاني لما لقيت فرصة الأبلة نرجين، قلت لها أخش. قالت لي أجيلك لغاية تتعلم. قلت لها لا، ده أنا هاجي لحد المدرسة عشان أحس إن أنا جاية المدرسة. لهم أجر غير ممنون. ما يكذبك بعض بالدين. الدين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. أحلى ما أعلم الجاهل أعلمه. وأقول له تعالى إلحق مكانه وتعلم. إنما الرغبة بقى في الإنسان، أنت مش هتديله الرغبة إنك تسحبه وتوديه يتعلم. هو له مزاج هيجي، مالوش خلاص. حسيت إنك أغني. حلوة.